مدينة الغردقة بتشهد فعاليات منتدى المرأة العالمي للفنون اللي بيشارك فيه فنانات ومن حوالي 14 دولة. هذا المنتدى بتضم فعاليات وبرنامج سياحي في مدينتي الأقصر والغردقة، وده من أجل تسليط الضوء على السياحة التشكيلية من خلال زيارة معالم مصر السياحية المميزة من المعابد والآثار في مدينة الأقصر إلى شواطئ البحر الأحمر في الغردقة. كمان المنتدى بيشهد افتتاح معرض الملكة بمعبد حتشبسوت بالأقصر، والمعرض ده بيضم رؤية تشكيلية وفنية مميزة لأشهر ملكات مصر في العصور المختلفة. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. دي مش أول مرة أشارك فيه مع أوستراكا، صراحة هما بقوا منتظمين قوي في موضوع التبادل الثقافي من جميع أنحاء الدول، ومهتمين كل سنة يعملوا في يوم المرأة العالمي يعملوا الإيفنت ده. وكان في طبعا بقى الجديد في الإيفنت السنة دي كان في الأقصر، وكان في كمان إيفنتات كتيرة هنا في الغردقة، رحنا الجونة، رحنا جزيرة بارادايس، رحنا بصراحة أماكن الأجانب ما شافوهاش قبل كده وعملت جذب سياحي للأجانب بره، فبقوا عايزين اللي مش فنانين ان هم عايزين يجوا ويزوروا المكان. طبعا الشهر ده مهم لان هو في يوم المرأة العالمي وفي عيد الأم، فهو كان احتفاء بالمرأة بشكل عام. الجديد السنة دي اللي أول مرة بصراحة أنا شخصيا بمر بيها، وكل الفنانات اللي موجودين كانوا أول مرة يمروا بيها، إن إحنا كان في تجربة مميزة جدا في متحف في معبد حتشبسوت في الأقصر. الورشة لأول مرة بالنسبة لي والناس كتير كانت متقسمة ما بين معبد ما بين الأقصر والغردقة والجونة. قضينا حوالي 10 ايام اشتغلنا فيهم على حوالي 3 اعمال متاثرين بكل مكان رحناه. جينا هنا ابتدينا بقى اخذونا رحلات برضو سياحيه للشواطئ مختلفه، استضافنا مجموعه من السبونسرز في اماكن مختلفه، وبدانا برضو نتاثر بالاماكن اللي رحناها، واشتغلنا بقى هنا بطابع تاني ومختلف. ناس اتبسطت جدا، كلنا انبسطنا الحقيقه، وخصوصا ان التجارب مختلفه وما حدش يقدر يقول هنا الغردقه احلى او الأقصر. الناس استمتعت وحست ان كل مكان ليه مود، وكل الناس بدات تعمل دعايه للمكان وبدا الجمهور نفسه يتفاعل معانا. شوفوا قالوا لنا انه الافتتاح راح يكون بمعبد حتشبسوت بمناسبه افتتاحه بالاقصر، فاجتني فكره انه ارسم المعبد والممر تبعه، ورسمت فتاه من مصر القديمه لابسه الزي المصري القديم وعم بتشم أهم زهرة اللي هي اللوتس، وبعدين اللوتس معروفة بالميثولوجيا القديمة المصرية والثقافة المصرية إنه هي فيها كل سر الحياة، لأنه زهرة اللوتس بتميل هيك وبتنزل بذورها في نهر النيل، وبعدين بيرجعوا هدول الحبوب بيطلعوا مرة تانية بالنهر وبترجع تتجدد الحياة مرة تانية. وعلى فكرة اللوحات لما حطيناهم بالأوتيل كانوا حلوين، بس لما حطيناهم بالمعبد كانوا واو. ليش؟ لأنه المعبد لونه رمادي، ما في ألوان، ما في ضجة، ما في إفكت، فكانت كل لوحة واضحة أكثر من أي مكان تاني، لأنه المعبد كتير هادي وكله لون واحد. أنا مشاركة بهيدا السيمبوزيوم بيوم المرأة العالمي، اشتغلنا بالأقصر ورجعنا بالغردقة، عملنا أكثر من لوحة، بهيدا السيمبوزيوم احنا من حوالي 30 فنانة من 14 دولة عربية وأوروبية وأجنبية، يعني مشاركة عالمية إذا فينا نقول، وتجربة كثير غنية، بنكتشف خبرات وبنتبادل ثقافات مع الفنانات الموجودين كلهم طبعا. وميرسي كثير لكم ولمصر الحبيبه. هي انا كمان مش اول مشوار اللي هيدي، سادس مشوار على مصر، عامله معرض فردي سولو هون بالاوبرا وعامله معارض مشتركه، فبلدي الثاني يعني.